أهلا بكم إلى التفاصيل. البداية من الحديدة، حيث تواصل وحدات عسكرية مشتركة من الألوية التهامية والزرانيق والعمالقة تحقيق مكاسب عسكرية في ثالث أيام عملية عسكرية أطلقتها جنوبي المحافظة، وذلك بعد أكثر من أسبوع على انسحاب تشكيلات تتلقى دعما من الإمارات من مناطق تحت سيطرتها شرق وجنوب المحافظة الاستراتيجية. وقالت مصادر ميدانية إن الوحدات العسكرية سيطرت مساء السبت على منطقة البغيل جنوبية مديرية الجراح، كما تمكنت من إحكام سيطرتها على جبل المغارب وجبل محور العبد في مديرية جبل راس. تأتي هذه التقدمات في المديريتين بعد ساعات من استكمال تحرير مديرية حيس والوصول إلى مداخل مدينة البرح مركز مديرية مقبنة، بالتزامن مع قطع خط الإمداد الاستراتيجي لميليشيا الحوثي الرابط بين محافظات تعز وإب والحديدة. إذن حول هذا الموضوع ينضم إلينا الصحفي عبد الحفيظ الحطامي. عبد الحفيظ، أهلا وسهلا بك معنا. إذن بعد عملية التقدم الواسعة التي أحرزتها القوات المشتركة في مديرية حيس، ما هي تطورات المعارك اليوم؟ مساء النور أختي الكريمة. طبعا هناك تطورات على المستوى العسكري الميداني. القوات المشتركة وضمنها ألوية العمالقة والألوية الاتهامية وألوية الزرانيق تحرز تقدما ملحوظا في الاتجاه الشرقي والشمالي لمديرية حيس، مديريتي جبل راس الواقع شرق حيس وأيضا مديرية الجراحي، حيث تمكنت القوات من الوصول إلى منطقة البغيل واتجاه الواقع جنوب الجراحي، وهذه المنطقة تبعد قرابة 15 كيلومتر من مركز مديرية الجراحي. أيضا هناك طبعا توقفت العملية العسكرية في هذه المنطقة وبسبب وجود الألغام الكثيفة، إضافة إلى الخنادق التي نصبتها والمتاريس التي نصبتها الميليشيات بعد انسحابها. في الشرق طبعا وصلت القوات المشتركة باتجاه جبل المغارب وأيضا جبل محور العبد الاستراتيجية المتاخمة لمديرية جبل رأس الواقعة طبعا شرق حيس. أيضا على المنطقة الجنوبية من مديرية حيس تمكنت القوات من السيطرة وتحرير الجبال الروينة واللعرف والبراشة باتجاه مديرية مقبنة والبرح. الآن القوات على هبة الاستعداد لتطرق بوابة مدينة البرح الصناعية باتجاه مديرية التابعة لمحافظة تعز والتابعة أيضا لمديرية مقبنة. هناك تحرك لهذه القوات العسكرية التي تحظى بدعم من الطائرات التحالف. هناك عملية تدمير للكثير من الخنادق وأيضا شبكات الألغام التي نصبتها الميليشيات في محيط مديرية حيس في مختلف الاتجاهات. وصراحة الميدانية أو الهندسية التابعة للقوات المشتركة وتقوم بدور كبير وفعال في عملية التفكيك هذه الألغام واستخراجها من هذه المناطق لتأمين استمرار السير وتقدم هذه القوات شرق وجنوب وأيضا شمال مديرية حيس باتجاه محافظة تعز مقبنة برح وأيضا باتجاه مديرية الجراح التابعة لمحافظة الحديدة وجبل راس كذلك أيضا التابعة لمحافظة الحديدة. نعم، كيف وضع العملية العسكرية باتجاه شرعب يعني في أطراف تعز وكذلك شمير؟ هناك تحركات، هذه تحركات لأجل القوات المدعومة من التحالف. هناك أيضا تحركات كذلك لقوات طارق صالح المدعومة من الإمارات، وسبق أن قامت لجنة من قوات طارق صالح بالانتقاء قبل أسابيع في محور تعز، لأنه لا تستطيع القوات المشتركة أن تتقدم في هذه المناطق الجبلية الوعرة إلا بإسلاك من أيضا من قيادة محور تعز للإطباق على العديد من هذه المناطق، وصولا الى مناطق المديريات الساحليه التابعه لمحافظه تعز كموزع والوازعيه، وصولا طبعا الى مناطق المتاخمه لمنطقه ذباب باتجاه منطقه باب المندب. وهذه لا يمكن ان تتقدم القوات المشتركه حتى تؤمن هذه المناطق وتستطيع ايضا
وقع الميليشيات بكماشة بين قوات محور تعز والقوات المشتركة، لكن حتى هذه اللحظة لا نعرف ما الذي يدور داخل دهاليز تلك الاتفاق أو تلك الحوارات التي دارت ما بين قوات طارق صالح المدعومة إماراتيا وقيادة محور تعز التابعة لقوات الجيش الوطني التي لا تعترف به أيضا قوات طارق صالح. الصحفي عبد الحفيظ الحطامي كنت معنا، شكرا جزيلا.